اكيد بدنا نجدد الصباح لكل حدا انضم لنا بهذه الفتره. وهلا وصلنا لاولى محاورنا، نحكي عن موضوع كثير مهم وهو النزوف العفوي. في كثير من الاشخاص بتتخوف من هيدا المرض، يعني بيصير فجاه هيدا المرض، فما هو فهل من مؤشرات تشير الى اصابه الشخص بالنزوف العفوي، وما هو انواع وما هي انواع النزوف العفوي بالوقت، ما هي الانواع النزوف العفوي وما هي الاجراءات الاسعافيه؟ كل هيدي التفاصيل سوف يجيبنا عنها الدكتور مضر حمامي، اخصائي جراحه عصبيه، الحديث عن هذا الموضوع المهم. يسعد صباحك دكتور مضر. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الفل. يعني دكتور، مصطلح النزوف العموي العفوي عفوا بالدماغ هو مصطلح ربما غريب نوعا ما، خلينا نتعرف عليه. ما هي النزوف العفويه في الدماغ؟ تعريفها يعني. لما بنحكي عن نزوف عفويه ضمن الدماغ، يعني نزف عم يصير بدون اي رد. المريض بيكون قاعد ما احلاه، تلاقيه غاب عن الوعي، سلط بالأرض، أسعفوا أهله على المستشفى. هذا الموضوع كتير مهم جدا، أهميته بتنجم أنه هو السبب الثالث للوفيات بالعالم بعد أمراض القلب وأمراض السرطان. بيشكل حوالي 15-20% من الوفيات الكلية. والنزف طبعا نحن المرضى بيصير في عندهم تخليط بين النزف وبين احتشاء. الاحتشاء هو الأكثر شيوعا، الأكثر بالحياة العملية بتشوفيه كتير. النزف بتشوفيه بحالات اقل، لكن النزف مسؤول عن وفيات اكثر بكثير من اللي بنشوفها بالاحتشاءات الناتجه عن نقص التهويه الدماغيه. ومن هون اجت اهميه هالموضوع هذا. يعني دكتور مضر، في اعراض استباقيه ممكن انه الشخص يعني يوقع فيها قبل انه ما يصير في هيدي النزوف العفوي؟ ما في اعراض خاصه بالنزوف، النزوف غالبا ما بتكون مفاجئه. يعني المريض ممكن يتظاهر باعراض بسيطه، ممكن هلا بنحكي عليها شوي ثانيه، ممكن الاعراض تكون صاعقه، يعني ممكن يكون المريض جاي بس شغله صداع بسيط، ممكن نلاقي المريض دخل بسبات فجاه دفعه واحده. ما في عنا اي مؤشرات، بس في عنا عوامل مشتركه بتجمع مرضى النزف، هي موضوع الضغط الشرياني اللي بنحكي عنه. صحيح صحيح. نعم، خلينا نحكي يا دكتور، يعني في انواع لهيدي النزوف، ما كيف بيجي هيدا الضغط؟ يعني كيف بيشعر الشخص انه هو هلا كلنا عم نتعرض لضغط، يعني مشان ما حدا يفهمنا انه هي، ولكن انا بنحس فعلا انه نحن بمرحله خطر. اغلب مرضى النزف هن مرضى مهملين. يعني مريض عنده ارتفاع بالضغط الشرياني، مريض ما عم ياخذ الدواء تبعه. اغلب المرضى اللي بتلاقيهم بالاسعاف اجونا، مريض تارك الدواء تبعه. هو مهمل لإجراءاته الطبيه. مهمل، هو مريض ممكن يكون معه ضغط فتره طويله وما عارفان ولا مراقب حاله، او ممكن يكون مريض ضغط واغلب الحالات ما هو ملتزم بالادويه. يعني بتقول له مثلا خذ الدواء حبه، بيجي المريض لعندك على العياده عم ياخذ الدواء حبه كل اسبوع، تسمعيها كثير هالقصه، انه والله دكتور عم اخذه كل اربع خمس ايام للدواء. او مريض ما عم يراقب الضغط تبعه، حتى لو بيكون عم يعني معه ضغط شرياني وعم ياخذ دواء للضغط، ما عم يراقب الضغط تبعه، بتلاقي الضغط تبعه 20 و18 وهو بيقول لك انا عم اخذ دواء للضغط، بس هذا الضغط الدواء غير كافي. وبالتالي بيدخل المريض بالحلقه المفرغه اللي احنا نحكي عنها. نعم. طيب في اجراءات اسعافيه مثلا اوليه ممكن اذا في حال اصيب بالنزوف العفوي اي شخص انه نتعامل معه، لبين انه مثلا يوصل للمشى او الدكتور الاختصاصي بهذا الموضوع؟ في مشكله كبيره عم تواجهنا نحن، هو حتى من زملائنا الاطباء عم تصير معهم. مريض بيجي لعندك بيقول لك انا خدر ونمل وشي. خدرت ونملت ايدي، خذ حبه اسبرين او خذ حبه مميه، هذا الشيء المتعارف عليه. وهذا مو المريض اللي عم يعمله لحاله، يعني زملائنا الاطباء للاسف احيانا بيغلطوا بهالغلطه هي. بيجي بيقول له خذ حبه اسبرين وخذ حبه مميه، بتلاقي المريض كانت حالته بسيطه زادت الحال. دائما لما بيصير في عنا اي اشتباه بخدر او تنميل بالوش، خدر وتنميل بالاطراف، لابد من مراجعه طبيب عصبيه. بيقولوا له جلطه. اوكي، هي الجلطه انت المفهوم عندك انه هي احتشاء، ممكن الجلطه تكون نزف. فانت لما عم تعطي هالمية هذا عم تزيد النزف. صح. فلهيك اي حدا بيصير عنده هي الاعراض، الاجراء البسيط انك تعملي تصوير بالطبق المحوري وتنفي موضوع النزف، بعدين تاخذي اجراءاتك اللي بعدها اللي هي انك تميع المريض ولا لا. هذا كثير خطا شائع، ما عم نحكي عن شيء عم يصير مره ومرتين، عم يصير عشرات المرات، وللاسف من اخطاء طبيه كمان. يعني هلا دكتور، في حال مثلا نمل الوش، في الشخص بياخذ حبه ما لازم يعمل اي شيء، اي شيء لازم يراجع طبيب العصبيه اللي هو حكما لازم يطلب له تصوير للدماغ. عم اقول لك يعني في عندها حالات كانت بسيطه، نزف بسيط فجاه صار في بحيره من الدم بالدماغ. شو السبب؟ انا بذكر لك حاله. المريض راجع احد اطباء القلبيه،
تم تمييعه بجرعات هائله، مو بجرعه بسيطه. هلا انت حبه اسبرين بجوز ما تاثر، حبه مميع صحيح. تم تمييعه بجرعه كبيره من المميعات، يعني نحكي عن 4 حبات كلوبيد على 4 حبات اسبرين. المريض كنا بنزف صغير، يعني كان المريض جاي بصداع وخدر وتنين، لمريض صار بحاله سبات لسبب انه ما نعمل له طبقي محوري، على الاقل عمل طبقي ونفي شو الافه الموجوده. فلا ما في اجراء نعمله الا ان نراجع طبيب عصبيه ونعمل تحليل. يعني احتمال دكتور نحن اذا في حال اخذنا ادويه غير مناسبه لوضعنا يعني تتفاقم الموضوع ويصير بشيء ثاني، يصير خارج السيطره واصعب، يصير تدبيره اصعب وبيحتاج لفترات طويله وايام طويله. صح. طيب دكتور، في كثير من الاشخاص بيعانوا من صداع فجاه، احيانا تنميل بيروح، هل هي لازم تكون الاعراض على فترات مستمره لحتى نحن نحس انه في خطر؟ يعني اغلب الاشخاص ممكن ينمل ساعتين ثلاثه يومين ثلاثه ويوقف، هل هو مؤشر خطر؟ لازم نحن ما نهمل اي شكوى بتصير عند المريض. اي مريض بيشكي من صداع، اذا هالصداع هذا متواصل ما عم يهدى لازم نستقصيه مباشره، ما بيصير ينترك. مريض عم يشكي من صداع، اوكي بنفحصه عصبيا، بنتاكد من الفحص العصبي. مريض عم يشكي من صداع مع اقياء، معناتها الموضوع كل ما عم يكبر، هذا لازم ما نهمل هالموضوع هذا. اي شكايه لابد من البحث والتدقيق فيها قدر الامكان. يعني نحن بيجينا مرضى، انا جاييني مريض مثلا انه دكتور انا كنت عم اشكي، طبعا تحسنت حالته بعدين، انه كان موضوعه فقط صداع، صار موضوع الصداع، صار معه ضعف بالايد، صار معه ضعف بالرجل، صار معه عدم قدره على الكلام. كنا بالبداية كان فينا نسيطر على الموضوع لو أنه شخصنا بكية القصة هي. لا بد من إهمال أي شكوى، لازم ما تنهمل، متابعة أي شكوى خاصة إذا كانت شكوى مستمرة. يعني ما بنحكي عن شكوى بتصير يوم، تعرفي أنت موضوع الصداع ممكن يصير معك أنت بالتعب بالشغل، تعب بالجهد، ما هو بيكون سبب الإهمال. إيه بس ما يكون مثلا صداع والله وإقياء واستفراغ أو تشوش بالنظر أو ضعف الأطراف، لا هون دخلنا مرحلة ثانية. يعني دكتور مضر، يعني نزف العفوي ما بيجي وليد لحظة، أكيد نتيجة عوامل هي اللي بتشجع ليصاب الشخص بالنزوف العفوي. إذا بدنا نحكي عن هيدي عوامل الخطورة اللي أهم عامل مشترك بقصة النزوف هو ارتفاع التوتر الشرياني. ارتفاع الضغط الشرياني مسؤول عن 40-60% من النزوف اللي بتصير بالدماغ. يعني نسبة هائلة جدا، عم تحكي صحيح. عن 60%. بيجي عنا بعدين بالأسباب الثانية، عندك 20% أمهات الدم، عندك 5-7% تشوهات وعائية، عندنا 5-7% اعتلالات بعوامل التخثر بالجسم، عندنا 1-11% ممكن يكون أورام، وعندنا أسباب تانية أقل شيوعا إلى علاقة بنسميها ما رح ندخل تفاصيل، يعني احتشاءات نازفة أو اعتلال أوعية دماغية نشواني أو اعتلالات تخثرية معينة نادرة. هي كلياتها بتسبب شيء اسمه النزف العفوي، بس السبب الأشيع والأهم والأكبر هو ارتفاع الضغط الشرياني. طبعا لكن طيب دكتور، مثل ما ذكرت حضرتك انه هو بيجي فجأة، يعني الشخص بيكون قاعد وفجأة ممكن يغمى عليه ويتم نقله على المشفى. نحن كلنا بنعرف انه دائما الإسعافات الأولية هي لها أكبر دور بوصول المريض بأقصى يعني سرعة إلى المستشفى بأقل الأضرار. اليوم شو هي الإسعافات اللي نحن فينا نتخذها بهي الحالة؟ لأنه نحن في حالة بيقولوا لك لا تحركه، لا ترفع له راسه، لا، يعني اليوم نحن شو متصرف بهيدي الحالة أو كيف بدنا نعرف انه أساسا هو معه هيدي الحالة؟ نحن الأعراض متفاوتة ومتباينة. ممكن المريض يتظاهر بشكاوي بسيطة جدا، يعني تفكري الأعراض بسيطة، وممكن تكون الأعراض صاعقة تؤدي لسبات، تؤدي لهي صرنا بحالة تانية. ما لازم نهمل أي شكوى. تمام. الأعراض مرتبطة وين صاير النزف في الدماغ. يعني النزف مثلا إذا كان قريب من القشر المخي بيعطي أعراض نوبة اختلاجية، ممكن أنت تشكي شو هذا، نوبة اختلاجية، ويا ما صاير عنا بالعيادة. هاي في نفس نوع من أنواع النزف. لكن أنا عندي مريض بذكر لك حالته، صارت معها نوبة اختلاج، راجعت أحد الأطباء فما طلب صورة للدماغ، عمل تخطيط الدماغ وتم تشخيص الحالة على أنها نوبات اختلاجية فقط على الحل. طبعا المريضة تفاقمت حالتها، لا تحسنت على دواء الاختلاج، نحن عملنا صورة، طلع بالصورة لأنها ما عملت طبقي محوري، ما عملت صورة طبقي محوري، عملت فورا تخطيط دماغ، وهذا خطأ كبير. يعني نحن دائما لازم نعمل الصورة التخطيط هو بينفي آفات الوظيفية. يعني بينفي إذا عندي اضطراب بالكهربائية الدماغ، بشحنات الدماغ، إذا في عندي شحنات زيادة، بس أي آفة عضوية ما بتنفى إلا بالتصوير. فنحن ما نهمل الموضوع، والله نوبة اختلاج هذا معه صرع مثلا ونعطيه دواء اختلاج، طيب علينا نعمل صورة أول شيء للدماغ والتخطيط لاحق بيجي.
فاجا المريض بشكايه بسيطه انت بتتعاملي مع هالشكايه، اجا باعراض صريحه مثلا نزوف الارتفاع التوتر الشرياني ليش جاي اهميتها الكبيره؟ جاي اهميتها لانه النزف الاوعيه المريض ارتفاع التوتر الشرياني غير الاوعيه بمريض طبيعي. الاوعيه غالبا عم تكون ضعيفه، غالبا عم تكون متنكسه، فيها تنكسات شحميه، فيها تنكسات فبرينيه، فالوعاء عم يكون ضعيف، وبالتالي اي ارتفاع بسيط بالضغط شو عم يسوي؟ عم يعمل نزف. صحيح. الشغله الثانيه المشكله بارتفاع الضغط الشرياني انه النزوف الناتجه عنه عم تجي بمواقع حساسه كثير بالدماغ. حساسه يعني عم نحكي نواه قاعديه، هي مناطق عميقه بالدماغ، عم نحكي بجذع الدماغ، عم نحكي بمنطقه اسمها الجسر، عم نحكي بمنطقه اسمها المخيخ. المشكله انه هي المناطق حساسه، ازيتها كثير صعبه، اعراضها كثير صعبه، وشفاء منها كثير طويل اذا ما ادى للوفاه. يعني دكتور مضر عم تركز على موضوع ارتفاع الضغط الشرياني انه هو المسبب الاساسي للنزوف العفوي بالاضافه للعوامل الثانيه، هلا بيقولوا لك مثلا الكحول، التدخين، قد ايه كمان الى عامل يعني مؤثر على الكحول الشخص؟ عامل مهم جدا. المريض الكحولي، وهذا اللي عم يجينا كثير، انه بيجينا مرضى بتعملي تصوير لهم، بتاخذي من القصه المرضيه بتشمي ريحته بالاسعاف، ريحه الكحول طالعه منه. مريض الكحولي ما عم نحكي عن كحول بيشرب كميات قليله، عم نحكي عن مريض بيشرب كميات كبيره، وبالتالي هذا المريض عنده احتلال بعوامل التخثر. ليش؟ لانه غالبا عنده اصابه بالكبد، عم يكون يوصل لمرحله تشمع الكبد، وبتعرف الكبد هو المسؤول يعني عوامل التخثر كلياتها موجوده هنيك. لما عم تضطرب عوامل التخثر هي شو عم يصير؟ الاوعيه صارت نزف بسهوله، يعني ما في داعي يعذب حاله. ارتفاع ضغط لو كان بسيط يعني طلع على 16 17 بتلاقيه نزف دماغ عنده. المرضى المدخنين نفس الاليه، لهيك لا يعني نحن بحياتنا نكون دائما يعني انا ما بقول لك لا يعمل، يكون مقتصر بكل شيء، ما في داعي لهالافراط اللي بنشوفه والله بيدخن 3-4 باكيتات باليوم، والله بيشرب كميات هائله، احيانا بيقول لك انا بشرب قنينك، شو هالكميات هي؟ يعني دائما نكون مقتصدين بالحياه. نعم، الضغوط لها علاقه بهذا الموضوع، العصبيه، القلق، التوتر، الجري الدائم، يعني النفسيه مسؤوله عن كثير، يعني صرنا هلا اي مرض رح ندحش فيه النفسيه، وهذا ما بصير نستبعده، يعني بس ما نقول انه هو العامل الاساسي، يعني ما انه عامل اساسي بس هو عامل مهم جدا. يعني بتجيبي لي مريضين، واحد معه ارتفاع ضغط ونفسيته كويسه، وواحد معه ارتفاع ضغط ونفسيته سيئه، هذا كثير معرض للنزوف اكثر من هذا. طب دكتور، بتفرق النسبه بين الرجال والنساء في عمر محدد هو اكثر خطوره من عمر اخر؟ هلا ارتفاع الضغط الشرياني بتعرفي هو عم يصير يعني يصيب الفئات العمريه المتقدمه نوعا ما، الكبار بس نحن هلا صرنا عم نشوفه بالاعمار، نشوف الشباب اللي عم صغار هن عم يشخصوا هلا الشباب الصغار عم يشخصوا غلط على اساس انه ارتفاع ضغط شرياني هو غالبا بيكون في عندي شغلات ثانيه، والله نزف دكتور دماغ معه ارتفاع ضغط، لا ممكن يكون عندنا قصص ثانيه، موضوع امهات الدم ما بصير ننفيه، موضوع تشوهات الوعائيه بالدماغ هذا بصير الاعمار المبكره بين العشرين والأربعين سنة وبيكون سبب أساسي للنزول. طب هون المشكلة، يعني المسؤولية بتقع على عاتق الطبيب المسؤول والمشرف على حالته للمريض، يعني اليوم مهما كان في عوارض ظاهرة، إذا ما كان الاستشاري اللي أنا رايح لعنده هو على علم ودراية كافية بهيدي الأعراض، ممكن هو يكون مسبب بالآثار الجانبية أكثر ما يكون. نحن في عنا دائما المريض هو بالأخير الطبيب، تجي حالات كثيرة بس المريض هو اللي بيهمه صحته، هو اللي بيهمه جسمه، لابد من المريض هو يتابع حاله. يعني انا مريض ضغط، طيب ليش انا ما بقيس ضغطي بشكل على الاقل؟ طيب انا مريض ضغط واخذ دواء، طب قيسه كل اسبوع كل اسبوعين، اطمن انه الضغط كويس. عم اخذ دوائي عم اخذه بانتظام، عم اخذه مو المفروض ان الطبيب المشرف، عفوا دكتور، الطبيب المشرف على الحاله مو المفروض يخبر الشخص انه انت معك ضغط فالمفروض تلتزم بالدواء، والا رح توصل لمرحله ممكن توصل لنزيف، يعني تحسسه بالاثار اللي ممكن تصير في حال تخليه عن الدواء. انا بأكد لك انه كل الاطباء عم يسمعوا المرضى هالكلام، لكن المرضى ما في التزام، ما في التزام على الاطلاق. هلا بتحسي المريض بيجينا احيانا مريض من برا بيجيبني حافظ الادويه تبعه، يعني حافظ ادويته، حافظ امتى بياخذ الدواء تبعه، حافظ جرعه الدواء تبعه، ويا ستي بقول لك في مرضى حافظين التركيبه الكيماويه للدواء من كثر ما انهم مهتمين بالحاله، بصراحه مريضنا عشوائي، مريضنا غير مهتم على الاطلاق. انا وما لها علاقه على فكره السويه العلميه بالموضوع، يعني بتلاقي احيانا جايين مهندسين واطباء ومتعلمين بيقول لك انا دواء الضغط باخذه كل 4-5 ايام، هذا كلام غير مقبول على الاطلاق. انا والله مثلا المميع باخذه بشكل عشوائي. كمان هذا الموضوع كثير مهم، يعني عندنا في سبب اساسي للقصه اللي بتصير النزوف هي تناول المميعات،
بشكل عشوائي. عندنا مريض مثلا المرضى اللي بياخذوا الوارفرين هذا بيتاخذ مثلا بعد تبديل الصمامات، في له عيارات، في له نسب، يعني في له تحليل لازم ينعمل كل فتره والثانيه، والمريض يشوف طبيبه. بتيجي احيانا هو الاي ان ار مثلا بيتابع، لازم يكون بين نسبه معينه، بيجي المريض ارقامه خياليه، بيكون اخذ الدواء حبه ونص وحبتين او بيكون تارك الدواء ما انه اخذه بالمره، يعني بتعلق بقصص الى اول ما لاخر. وانا بقول لك السبب اهمال كبير من المريض. هون السؤال دكتور مضر، يعني في كثير من الاشخاص يمكن انت متابعه يعني وعندك درايه بهذا الموضوع، انه عندهم امراض ثانيه ونصاب مثلا بالنزوف العفوي، بهيدي الحاله كيف انت بتتعامل؟ هلا الامراض الثانيه بصراحه يعني ممكن ما في ياخذ الادويه اللي راح توصفها نتيجه مثلا مرض ما بجسمه وتعمل له مضاعفات ثانيه. هلا مريض الضغط الشرياني عم يكون متابع غالبا عن طبيب قلبي، تمام الحكي. نحن لما بيجينا مريض على العياده وعم ياخذ ادويه الضغط، اكيد نحن بنكون حريصين انه نعطيه ادويه ما تتنافى مع الادويه تبعه اللي بياخذها. يعني مو معقولي انا مثلا اعطيه ادويه عصبيه مثلا مثل المسكنات ومضادات الالتهاب غير استرويديه، اعطيها لسنه مثلا، هي لحالها رح تعمل ارتفاع مباشر بالضغط الشرياني. الادويه لها تاثير كبير، في منها ادويه نظاميه بترفع الضغط، وفي منها ادويه ما نظاميه على الاطلاق. انت بيجيكي مرضى مثلا عم ياخذوا ام فيتامينات، هي منشطات عصبيه، عم ياخذوا كوكايين، عم يتعاطوا كوكايين، عم يتعاطوا هيروين، هدول المرضى اوعيتهم ما أنا مثل الاوعيه الطبيعيه، وهدول للاسف في عمر الشباب اوعيتهم عم تكون كثير هشه. بتعرفي هذا مريض الحقن الهيروين عم يحقن بالوريد تبعه مباشره، هذا عم يصير تنخر بالوريد تبعه، وبالتالي عم يصير عنده اكثر استعداد للنزف، اكثر استعداد ليصير طيب بهيدي الحالات، انه مثلا الادويه اللي تعطى لهيدي الشريحه من الناس المصابه بمثلا اللي عم تتعاطى هدول، نحن اول شيء بدنا نكون حريصين معهم كثير. يعني هدول بتعرفي علاجاتهم بيكون عند اطباء نفسية. عند اطباء داخليه العصبيه، للاسف لما عم يوصلونا عم يوصلونا بحاله متاخره، يعني ما فينا عم نقدر نعمل لهم شيء، لانه عم يكونوا واصلين يعني ما في خط للرجعه، ما عم يتركوا خط للرجعه، عم يتناولوا جرعات هائله، عم يكون الكبد عندهم معطل، الكليه عندهم معطله، عندهم قصور اعضاء ثانيه، عم تلاقي صعوبه بالمعالجه، غير لما بيجيكي مريض ما عنده مشكله الا النزف، وتتعاطي مع النزف طريقه بحته صحيحه، غير لما يكون الاعضاء الثانيه منصابه وصاير فيها مشاكل ثانيه. صحيح. طيب دكتور، اليوم خلينا نحكي بشكل عام، اصبح الناس عندهم وعي طبي اكبر من الاول ببعض الامراض المعينه، يعني اليوم في امراض هي وراثيه، فبتلاقي الاهل تلقائي من لما بيكون ابنهم بمرحله الشباب بصيروا بيعملوا متابعه بهيدي الحاله. فينا نقول انه نحن الضغط هو مرض وراثي، ممكن لازم نحن نتابع الابناء بعمر معين حتى نحافظ على صحتهم او نعرف اذا عندهم مشكله ممكن تصير؟ هل هذا الموضوع اكثر بجاوبوا اطباء القلبيه؟ المريض ما عم يجينا نحن، مريض ضغط ما بيجيك على العياده مريض ضغط، يعني عم يجي على طبيب القلبيه، بس المتعارف ممكن وراثه لما يكون في، طبعا الوراثه عم تلعب دور بكثير من الامراض. لما يكون في عندي قصه بالعيله للنزوف، لما يكون عندي قصه لجلطات، يعني لابد من المتابعه. والله انا عندي عمي نزف، توفى بنزف، مثلا ابن عمي توفى بنزف كمان، معناتها القصه في لازم اراقب انا بهيدي الحاله، لابد من المتابعه، لابد من الاهتمام. ليش نحن عم نحكي عن موضوع الضغط الشرياني وضبطه؟ لانه الاسباب الثانيه ما فينا نكشفها بشكل مبكر، يعني هي بدها استقصاءات واسعه صرنا، بس اللي فينا نعمله على الاقل اذا في قصه لارتفاع ضغط عائلي انه نهتم بالموضوع، نراقب الضغط الشرياني اسبوعيا. نحن بتعرفي مراقبه الضغط شو بتاخذ من المريض؟ يعني يتاكد تحاليله كويسه كل فتره والثانيه، هذا لابد من ان يهتم بحاله، طالما في قصه عائليه لابد من المتابعه. يعني متابعه مو بس بالموضوع القلبي وموضوع العصبي، كل الامراض بصراحه بدها متابعه. يعني استشارات طبيه كل ست شهور اكيد لكان، وممكن اقل كمان تتابع اذا في شيء كبير. هلا حكينا عن عوامل، عن كيفيه الوقايه وعن العلاج، اذا بدنا نحكي عن نصائح وارشادات لكل حدا عم بيتابعنا بالصفحات اللاذقيه لازم نتفادى. احنا المرض هذا كثير مرض صعب، نحن ما لازم نوصل له، نحن إذا وصلنا له بدنا نتعاطى مع شيء كبير، يعني بده يكون في عنا قسم عناية مشدد كبير، المريض غالبا ما عم يكون قاعد بالشعبة، يعني ما عم يكون بارد بصراحة، لهيك نحن لازم نتعاطى مع المريض ما نوصله لهيك مرحلة. طبعا نحن العلاجات، أنا بس بدي نوه على موضوع العلاجات، أغلبيتها علاجات محافظة.
يعني شو يعني علاج محافظ؟ يعني انك انت لما بيجيك هيك مريض تضبطي له الضغط، جاك مريض 20 لازم ضبط الضغط تبعه، تنزلي له ضغطه، عنده اضطراب بعوامل التخثر لازم تضبطي له الاضطراب هذا. صحيح. بعدين بنيجي للاجراءات العصبيه تبعنا اللي هي نحاول نخفف له الضغط ضمن الدماغ، لانه انت لما عم يصير النزف ضمن الدماغ عم يزيد التوتر ضمن القحف، وبالتالي بصير في عندي شيء اسمه فتق دماغي، هذا غير قابل للعكس، ما عاد فيكي تتصرفي معه. نحن بهالمراحل هي بنخفض الضغط ضمن القحف، نعمل فرط تهويه، بنعطي المريض نوع من انواع استيرويدات، نوع من انواع البربيتورات، بنرفع له راسه، بنعمل فرط تهويه، يعني هي اجراءاتنا العصبيه. ممكن اذا هالاجراءات هي ما فادت وقتها تضطري تاخذي اجراءات جراحيه. اذا لقيت النزف، على فكره نحن لازم نحكي على موضوع انه النزف كيف عم يتطور، اذا كان النزف عم يتطور بشكل بطيء فغالبا المريض ممكن يكون محافظ على الوظيفه العصبيه تبعه، اما اذا لقيت النزف فجاه كبر هذا بيكون خرق دمر مزق المحاور العصبيه وبالتالي ممكن يعمل لي اذيه شديده. صحيح. الجراحه لازم نكون سريعين، لازم نكون لماحين، المريض اذا لقينا حجم النزف كبير وعامل ضغط على البنى العصبيه لابد من التداخل السريع جراحيا. ونحن ممكن نتداخل جراحيا، عم نحكي على امهات الدم مثلا اذا لقينا في سبب واضح، طبعا هذا التصاوير هلا بنحكي بدراسات شعاعيه انه لازم مو بس الطبق المحوري، لازم في دراسات لاحقه تنعمل، هي رنين مغناطيسي، هي تصوير اوعيه ظليل لتشخيص امهات الدم او تشوهات وعائيه، وهي ممكن نتدخل بجراحه عليها. هون بنرجع لوعي كل شخص بصحته ومدى ادراكه لاهميه الحفاظ على هيدي الصحه ومتابعه الطبيب. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا دكتور، بدنا نتشكر المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وشكرا لسعد صباح. اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور مدر حمامي اخصائي جراحه عصبيه، شكرا لهيدي المعلومات القيمه، وان شاء الله يا رب يكون المشاهدين استفادوا من هيدي المعلومات. نورتنا. شكرا لكم.